ميدي 13. منتصف النهار على أمواج إذاعة ريبات فام، مرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ميدي 13. ميدي 13 اليوم باش نحكيو فيه على موضوع في غاية الأهمية، اللي هو موضوع متداول في الآونة الأخيرة، دونك يخص الوجوه الساطعة واللامعة الموجودة في الساحة السياسية والساحة الإعلامية وأصحاب الكلمة الحرة خاصة وأصحاب الحق. معناها انت مقلقنا، مقلق طرف سياسي معين، دونك يلزمنا نلوجو كيفاش نخرجوك. اولا معناها نحيو لك صورتك معناها من وسائل الاعلام، نحيوك كريمو، يا اما نلفقولك تهمه، يا اما نحاولوا نشوهوك كما لقينا حتى شيء وما نجمناش نعملوا شيء، نحاولوا كيفاش نشوهوك باي طريقه باش نهزوا الثقه ما بينك وما بين المستمعين نتاعك ولا ما بين الجمهور نتاعك. نحكيوا اليوم على موضوع خطير جدا اللي هو تشويه اصحاب الكلمه الحره والناس اللي عندها جراه كما كنت نحكي، جراه كبيره في طرح المواضيع وتحميل المسؤوليات وخاصه تسميه الاشياء بمسمياتها. الاشخاص اللي هما وطنيين ويدافعوا بشراسه كبيره على حداثه الدوله التونسيه ومدنيتها، ولا هما يتعدوا على الصوابع للاسف الشديد في تونس تو سواء في الساحه الاعلاميه أو في الساحة السياسية، ولو مستهدفين الناس هذوما. دونك نبداو بتهديدهم بالقتل أولا، دونك ما يخافوش، إذا كان ما خافوش نعملوا لهم هرسلة من قبيل أن نجيو نأثروا على أصحاب القنوات اللي هما يخدموا فيها أو يظهروا في بلاتواتهم باش ما يجيبوهمش. دونك إذا كان ما نجمناش كيف كيف نوليو نلوجو لهم على حوايج باش نهزوا الثقة بينهم وبين المواطنين، خاصة وأنهم يحظوا بثقة كبيرة من التوانسة وعندهم تأثير فعلي في المشهد. دونك ما لقيناش حتى فضيحة من هالنوع ما بين قوسين، دونك شنو نعملوا؟ قعد لنا كان التلفيق والاتهام بالباطل، دونك أساليب دنيئة وقذرة ورخيصة كان دلت على حاجة راهي تدل معناها بكل تأكيد على أصحاب النفوس الحاقدة والمريضة. دونك بداوا في الفترة اللي فاتت وإحنا حكينا فيه وكنا أول بلاتو إعلامي يفتح النار على المجموعة هذه المختصة في تشويه الوجوه السياسية والوجوه الإعلامية لتقول في كلمة الحق. بداوا في الفترة اللي فاتت تشويه الأستاذة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر، اللي الناس الكل تعرف صدق المرأة هذه وتعرف شكون الطرف اللي تتهم فيه عبير موسي بتفكيك الدولة التونسية، ومش كان عبير معناها تقريبا التوانسه الكل ولاو شبه متاكدين من سبب خراب بلادهم بعد 2011، دونك قتل الامنيين وذبح الجنود والاغتيالات السياسيه والانبطاح الاقتصادي لتركيا وتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر وغيره من المواضيع اللي حكيت فيها التوانسه الكل ولا فهمت شكون وراها. دونك لفقوا العبير موسي تهمه رش الغاز وقت محاكمه التجمع، دونك حاجات ما يصدقهاش اي عاقل لانه الناس كل تعرف الرش من اختصاص شكون هذا. دونك الاسبوع الماضي داروا على الأستاذة وفاء شادلي، هو موضوع حلقتنا اليوم، داروا على الأستاذة وفاء شادلي الإعلامية النزيهة اللي تحظى بمحبة كبيرة معناها ومحبة واسعة في تونس الكل. دونك برشا توانسة نشوفوا التفاعلات نتاعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوفوا شنو يكتبوا ونشوفوا خاصة حملة المساندة اللي عملوها الوفاء شادلي في الآونة الأخيرة. دونك عملوا لها حملة تشويه باش نحكيوا عليها تو. الحملة هذه تبناها موقع مشبوه كيف باش نحكيوا عليه وعلى خلفياته. الموقع هذا ينزل مقطع فيديو لأخ وفاء شادلي في الخارج يحكي فيها على ورث وغارت لهم على الإرث وغيره ولفقت له قضية إرهابية وكلام كيف ما يتصدقش. دونك الحقيقة استغربت أني كسمعت الكلام هذايا، سألت في صفاقس، عندي عديد الأصدقاء في صفاقس وخاصة في سقيط الزيت وين تسكن مسقط رأس الأستاذة وفاء شادلي وين تسكن وين عائلتها. دونك ش قالوا لي؟ قالوا لي إلا السيد هذا وهذايا نقلا حرفيا على لسان الناس اللي توجهت لهم بسؤال ومن جيرانها ومن الحي متاحة. دونك قالوا لي هذايا سيد هذا والده توفى وما هوش راضي عليه، قالوا لي راهو عاقل والديه، قالوا لي حرفيا للأستاذة وفاء شادلي كانت سند لعائلتها ولابوها ما خلى حتى ورث. والكلام هذايا باش تزيد تأكدهولنا الحاجة سيدة والدة الأستاذة وفاء شادلي زميلتنا وصديقتنا إلا باش تكون ضيفتنا على الهاتف. ألو عسلامة. ألو أهلا عسلامة. عسلامة مرحبا. حاجة شنو أحوالك؟ لاباس؟ يعيش ولدي فضلك. يعيشك إن شاء الله رمضانك مبروك قبل كل شيء. نعم إن شاء الله رمضانك مبروك قبل كل شيء. كل عام بخير تكون تحت للدنيا ولدي. يعيشك. اسمع عيش ولدي، الكلام اللي قلته هو صحيح، انا بنتي هذيك بالدنيا اقسم لك بالله وربي شاهد على كلامي في هذا سيدي رمضان، اللي حججني هو وفاء، اللي عملت لي عمره هي وفاء، اللي البني ابوها عندنا دويره يبني فيها 40 سنه هي اللي دخلت وكملت في البوها، هي ابوها مربحه شيك كالراجل كالصيد وهي نسيتنا من كلينيك لكلينيك، اقسم لك بالله لنزيد عليك كان انتس
وتحطوا خيتها بحذيها وتقول هي يا اختي احنا ما بغيتش تكون عنده في نحنا ربي يرزقني بحوازتين وهنشي وليداتي ثلاثه الله يجعل يرزق كل بشر ربي يفضلهم لك وليداتي صالحين وخاصه وفاء الحين وفاء امها تدخل من الباب يما تحب ربي اعطاها من القلب الكبير للقلب الحنين حتى ربي طيحها في عائله انا ما نحكي لكش على الفاميليا اللي طايحه فيها وفاء والحمد لله هما قريب 25 سنة يعرفونا ويعرفوا عائلتنا ويعرفونا علاش نمشي وعلاش نجي والحمد لله أني نعرفها مطمئن عليها وربي إن شاء الله يزيدها من نعيمه وراضي عليها أبوها راضي عليها أبوه يقول بنتي 60 راجل يقول عندي بنات الوحدة فيهم 60 راجل وخاصة وفاء توتوينسا يقولوا عليها بألف راجل محسودة يا ولدي محسودة بنيتي حاسدينها ما كشفت قصة سيدنا يوسف عليه السلام أخواته رجال وهو وليد صغير وغاروا منه وحسدوا أنا وفي محسودة وفي حاسدينها اسمعني يا حاجة أنت 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 قلت بستين راجل توينسا توا يقولوا بألف راجل وبعشر ألف راجل وفي شاد لأني الحقيقة نعرفها صحيت ولدي صحيت نعرفها ما عنديش يمكن أشهر نعرفها اكتشفت فيها دمثة الأخلاق متاحها وظاهرة معناها تربيتها وظاهر تكوينها وظاهرة حتى غيرتها على البلاد متاحها ونشوفوا فيها صحيت ياسر حنينة على بلادها وعلى القليل وعلى والديها هذيك اللي عملته مع أبوها هذيك اللي عملته مع أمها اللي عملته مع أخواتها ربي يشهد وحده ربي يشهد يغيروا منها ولدي معقدين منها معقدين منها صحيح باهي خليني نسألك يا حاجة هالموقع على هبط الفيديو هذايا حاولش انه يتصل بيك قبل ما يهبط الفيديو ويسأل عائلتها مستحيل وحتى بعد ما نزل هالفيديو هذايا اللي عملوا فيه هما مستحيل. ما سألوك الجملة واحدة أكثرش من هيك مصطفى معناها توا حملة ممنهجة وحرب معناها شنوها مبرمجة ديجا ما سألوش المفروض معناتها هذايا ماهوش عمل صحفي راه هذا عمره ما كان عمل صحفي وعمرها ما كانت صحافة نزيهة معناه الشيء هذا غير مسموح أنا ولدي أنا أبوها ربيها أحسن تربية أبوها إمام جامع والناس كل معلمين كل صفاقس كاملة يشهدوا سألت عليها راني سألت عليها ما نخبيش عليك سألت عليها بارشة ناس في صفاقس سألت وفيت هذاك علاش أني عملت الحلقة هذه اليوم اسهل علينا امشي لوسط الساقية وينصدوا اسهل صفاقس كاملة الله يرحمه في المدارس الكل سألته حتى في المستير يا حاجة ما عندكش فكرة قداش يحبوها وفي شادلي في المستير قداش يتبعوها وقداش يحبوها حتى احنا نحبوهم نحبو انا دمي دم صغاري وصغرهم مخلط انا فرد دم احنا والمسافرية انا العائلة اللي طاحت فيها بنتي على خاطر هي ربي كاتب لها خاطر قليبها به ياسر حنينة ياسر وتمشي كان بالنية تمشي ياسر وفاء عندها ديفو تمشي بالنية ياسر وفاء وقال يا بنيتي اقف مع روحك شبيتها شبيت كل حد تصدق وفاء تصدق وهي عاقلة وقلبها كبير وقلبها حنين على وخيتها وتحب الناس الكل باي ما فماش منها حكاية هالورثة ذي جملة ما فماش منها يا ولدي أنا اسهل ولدي سألت ماني اي نحب يا حاجة نحب يا حاجة نحب الرد عليهم مرحوم كان وانا كنت نخيط نعاونه هكا شوية باش بنينا الدويرة قعدت 40 سنة واحنا نبني فيها والجيران تشهد وهي باش دخلت وكملتها معلم شنو هو عنده وكان عندنا لهناشر والحوايز يجي وياخذوا الورث يا سيدي نصححونهم ونعطيهم ياخذوه كان عندنا خلاف الدويرة يجيوا ياخذوا حاجة أني نسأل أني نعرف راهو أني سألت وجملت معلومات ولمت معلومات من بحذاكم غادي من صفاقس أني نحبك أنت على لسانك أنت باش يكون الرد واضح للناس الكل أو حتى للناس اللي ما تعرفش وفاء الشادلي أقسم لك بالله صادقة وحسبي الله ونعم الوكيل في هذا الخياري وانا باش نتبعوا عدلي انا باش نتبعوا على خاطر انت كي تخرج حاجه نسمع من الوالدين قبل بالضبط المفروض راهو تتصل بالدار نسمع من الطرفين يلزمني نسمع من الطرفين وخاصه وانه الوالده على قيد الحياه ربي طول في عمرك ان شاء الله خاصه يعيش ولدي نخرج
نخرج من داري أنا باش نعطي الورث، نخرج من داري. يظهر لي رسالة واضحة مصطفى وقيس، يظهر لي رسالة واضحة لكل مستمعينا. دونك حملة التشويه ممنهجة، حملة التشويه رخيصة ودنيئة، حملة التشويه أقل ما يقال عنها أنها ناس مرضى أصحاب نفوس مريضة بالحق، أعداء النجاح، ناس حاقدة. سألت يا حاجة، سألت واني حبيت تراني سألتك. اسهل فاق كاملة واسهل وين نسكنوا، اسهل جيراننا شنية، أخلاقنا شنية، احنا شنو أبوها الله يرحمه شكين ياك المرحوم، رجل طيب يجب دويه شهر فضيل، رجل تقليل، رجل إمام جامع، عمره ما ضر حد، الله يرحمه والله يطول في عمرك. انت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. إذا راشد شنو هو راشد خياري، حسبي الله. يعطيك الصحة يا حاج يا حاجة. بنتك وراها رجال في تونس، وشفت كيفاش التوانسة الناس الكل وقفت معاها، راهو على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيسبوك وفي الشارع الناس كل تحكي على وفاة شادلي، الناس كل واقفة معاها قلبا وقالبا. معناها والله بنتك، والله يا ولدي والله هذيك الحقيقة راهي، والله هذيك الحقيقة. واضح. أنا الحسد والغيرة، غيرة وحسد هذا اللي وصلنا لهذه. واضح. ونسيل قلوا لخياري أنا باش نتبعك، انا باش نتبعوا برشا ناس باش تبعوا، مش كان انت حاجه، برشا ناس باش تبعوا، برشا ناس باش تبعوا، قلت لك مش كان انت، برشا ناس باش تبعوا. لا باش نتبعوا، انا والدي، انا والدي. واضح. يعطيك الصحه. قول له يا خياري كان امشي قول له استفسر، كان عندنا الورث يا سيدي نعطيه لك ليك انت، خذه وانت خذه بسمع عينك يا سيدي، اذا نصححه لك وخذه، والناس تشهد. عندنا العمارات، عندنا الهناشر، انا اللي كسبته في الدنيا وخليهم لي المرحوم حواسي انه هنشي، هما وليداتي الثلاثه اللي ربي الله لا يحرم مؤمن من ولادتي، في ولادي متربين. ربي فضل اشكال معنا سيفزون عنده هي الورث معنا، وين الاشكال معنا؟ واي هو معنا مسكنا لقات روحها قاعد تتبرأ من، او ربما فرحان انا ما عنديش ورثه لانه ربما الفيرسيون ما تمشيش صحيحه. اي دونك وين الاشكال انك تكون عندك ورثه وعندك ما فماش اشكال؟ المشكله نوع اخر. الحاكم موجود بالضبط، والناس تعرف، الناس تعرف يا حاجه، الناس تعرف، الناس تعرف، واحنا حبينا نوصلوا، احنا حابين نوصلوا الرساله هذه للتوانسه اللي يسمعوا فينا الكل، والتوانسه اللي باش يزيدوا يسمعونا من بعد على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. انت يعطيك الصحه وبارك الله فيك على المداخله هذه، وربي يفضل لك وفاء، وراه وفاء كما قلت لك تهنى معناها، وراها رجال وتونس كامله وقفت معاها، وباش نقفوا معاها ومانيش باش نسيبوها. يعطيك الصحه وشهيه طيبه يا حاج. ما عندك من الوالدين ومن الصغار ومن الاقارب يعيشك، وكثر خيرك وبارك الله فيك. يعيشك ربي يفضلك، يعيشك وشهيه طيبه. باهي توا مرحبا سي قيس، تحيا ليك. انا دخلت لقيت روحي بالحق معناها يلزمني نتفاعل معناها فريمون، معناها مراه تحب تقول راني معناها فرحانه خاطر ما عندهاش ورثه باش الفيرسيون نتاع انت قبل ما تخلط، انت قبل ما تخلط احنا نحييك ونحيي صديقي ونحيي المستمعين وابتسام. باهي تحيه لابتسام بالطبع من وراء سي قيس، احنا تو كنا نحكيو على المشكله اللي صارت لوفاء شادلي، عملنا انتروديكسيون، تو سمعنا والد وفاء شادلي حكيت على القصه كلها دو اجوس كذا. تو سمعنا الوالده نتاع الاستاذه وفاء شادلي وعرفنا حقيقه هالشوها اللي عملوها. دونك خنحاولوا نفهموا علاش عملوا الشيء هذا. قيس تسمعوني بعد تحاولوا نتفاعلوا مع بعضنا، لانه اذا عرف السبب بطل العجب. دونك وفاء شادلي اكثر اعلاميه تكلمت على تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر، يمكن بور نو با دير لا بلو، معناها اكثر وحده تكلمت على الشيء هذا. وشكون مسؤول عليه؟ وفاء شادلي البرجيبيه الشرسه المؤمنه بمبادئ الدوله الحديثه والمدافعه على مكتسباتها، هذه الناس كل تعرفوا من اللي بدينا نتبعوا في نشاطها الاعلامي، نشوفوا في وفاء شادلي فاش قاعده تقول وفاش قاعده تكتب. دونك شكون الناس اللي رافضه الحداثه الدوله هذه؟ شكون الناس اللي كيف تجبد لهم على برجيبه؟ دونك كي تجبد على برجيبه قدامهم يبداو يتهزوا يتنفذوا كانك عطيتهم تريحه. دونك شكونهم الناس اللي سفروا الشباب لسوريا ورموا بهم في التهلكه؟ شكونهم الناس اللي انتمائهم الاساسي هو للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين ومش لتونس للاسف؟ دونك يذولي بكلنا نعرفوهم، وحتى اللي كان ما يعرفهمش ولا يعرفهم
قيس. تو نحكيه شوية على الموقع العظيم اللي نزل هالفيديو المسموم هذايا وفي باله عمل به البوز وشو هو فيه الشادلي. الموقع هذايا يا سيدي ملاه شخص صديق شخصي ريكو با وعماد دغيش ورابطات عصابة الثورة المنحلة. تفرجت في فيديو مؤخرا فيديو عرسه على اليوتيوب والمجرمة تغني وشيخين في الـ في الـ في الميكرو. دونك اشكون دعمه؟ بطبيعة على حسب ما يراج معناها عليها على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا بعض الهيئات التي يقال أنها دستورية ولا درنير موفات المهام متاحة، والهيئات هذه اللي نهبت المال العام وصرفت 600 مليون تذاكر أكل الموظفين متاحة في عام بركة. دونك ذولي توينسا عارفوني على أنا هيئة نحكي، إلى جانب بعض الشخصيات الثورجية العاملة دستوري. ما هيش دستوري، قلت يقال انها دستوريه، هي تقول انها الهيئة بالضبط. لا هي جات قبل الدستور بالضبط. ما انا كيفاش تكون دستوريه؟ هذاك علاش قلت يقال غريب يعني. الفيديو اللي هبطه معناه حبيت نفهم يعني اسكو يتسمى عمل صحفي الفيديو هذا خذا اخوها معناه يعيش في الخارج في بلجيكا، خذا اخوها اللي هو الناس كل تعرف. وسالت ثاني ونعاود نقولها، وسالت في الحي نتاع وين تسكن الاستاذه المحاميه وفاء شادلي، قالوا لي هذايا عاقلي والديه عاسي والديه، قالوا لي هذا بوه توفى وماهوش راضي عليه. هذا شنو قالوا لي الناس جيرانهم، معناها ما جبتش حاجه من عندي. باه جاوا واش عملوا، شوف الخبث نتاعهم، معناها عملوا يدين وساقين وحاولوا يصوروا معاها كل السيكونس هذيك. راهو اكيد فما حاجه تحت الطاوله، معناها ما فماش كيفاش انه يقبل، سواء انه عاملين لافاج سيرفو ولا بوتيتغ خوينجي معناها كيما بالعاميه كيما يقولوا الناس كل، سواء فما الله اعلم شنو المقابل، معناها مقابل انه يخرج يقول الكلام هذاك على اخته اللي هي لحم ودمه، ولا مهما كان معناها مهما كان الخلاف بين افراد العائله الوحده ما يوصلش للتشهير وبالكذب. لا وبالكذب انت تعرف لابوك ما خلى حتى ورث، علاش تقول فكره انه ورثنا وغلطنا على ورثنا؟ على كل هو ظاهر المصداقيه نتاعه وظاهر صفر من الفيديو اللي تفرجنا عليه ولا سمعناه الناس الكل. المفروض هذا ماهوش عمل صحفي، علاش؟ لانه والدتها على قيد الحياة. أنت كموقع كبير وموقع شهير وتخدم وتدعي أنك تخدم في عمل صحفي صحيح، ترجع للوالدة متاحة وفاء شادلي اللي هي ما زالت على قيد الحياة وتسألها، ترجع لإخواتها اللي هما عايشين لهنا وتسألهم، ترجع لماليها وترجع للجيرانها ومتساكنين الحي متاحة تسألهم. أي سيدي هاي الحقيقة بانت، وهي أمها كانت تحكينا على المباشر، كانت تحكي في الحقيقة في عمل صحفي تحكي على بنتها مهني. سألتها أمها، نعاود نذكر، سألت والدتها قلت لها اتصلوش بيك، هذوما موقع الموقع اللي هبط عليها هذا، قالت ما اتصلوش بيا أبدا لا قبل ما يهبطوا الفيديو ولا بعد. توا المفروض يا سيدي هيك هبط الفيديو، وسمعت امها شنو قالت، توا اضعف الايمان حق مش حق الرد، هو اصلا ما نعطيوش قيمه الموقع تافه، اما اضعف الايمان انك تعتذر للمتابعين نتاع الموقع نتاعك هذاك وتقول راهو تبين انه الكلام هذا غلط، وانه السيد هذا عايش في الخارج عنده برشا، وانه فما مشاكل شخصيه، وانه السيد هذا معناها ماهوش ما العائله تبرت منه، معناها العائله كل تبرت منه. باهي باش نختموا الموضوع هذا، معناها اون فوا بور توت، وفاي شادلي حسب رأيي وحسب ما نعرفه فيها الجرأة متاحها وما نعرف في أخلاقها، ما هيش باش تسكت وباش تقعد تحارب في الظلاميين وفي عملاء فريدوم هاوس، وباش تقعد تفضح فيكم واحد واحد. اي نعم انتم اللي سافرتوا الشباب لسوريا اللي ذكرتهم وفاء شادلي، وانتم اللي خليتوا البلاد، وانتم اللي دمرتوا العباد، وانتم اللي حطيتونا في القائمات السوداء، وانتم اللي رجعتونا 70 سنه التالي وتحبوا باقي ترجعونا القرون التالي، ومحاولاتكم هذه لتشويه الناس اللي حكيت على خناركم بالحجه تقعد اساليب دنيئه وخسيسه وما تدل كان على درجه الحقاره والاجرام اللي تربيتوا عليه. وبالمناسبه اخر ظهور نذكره مصطفى، وانت كنت حاضر معايا وقت وفاء كانت ضيفتنا على الهاتف منذ اسبوعين تقريبا في الحلقه نتاع الاستاذه عبير موسي، شنو قال؟ قلت لنا حرفيا مصطفى اليوم عبير موسي غدوه وفاء شادلي، وهذا هو اللي صار بالضبط. به نعاود نرحب بكم من جديد سي قيس وسي مصطفى، يعطيك الصحه. باهي نحكيو على الموضوع هذا، نبداو مصطفى، انت كنت تسمع في والدت وفاء شادلي وسمعت بالموضوع الكل. والله هو موضوع يعني بالنسبه لي فش إيه الخطر، يعني الاطوار نتاع القصه هذه تواترت يعني بصفه غريبه جدا. الشعب التونسي كل يعني كان يتذكر يعني اللقطه اللي عملها يعني رشد الخياري من ورائه الموقع نتاعو، الحادثه البسيطه وقتها كنا شكرناه، يعني حادثه وقت اللي التلامذة المعوقين يعني انتر بارونتيز ضربته المعلمه واهانتهم وكل، والراي العام الكل يكايئ يعني استفز بهذه المشاعر يعني الدنيئه نتاع السيده هذه، وتعاقبت الراي العام جاء كله مع رجل الخياري. ولكن في اللقطه الثانيه هذه يعني لقطه دنيئه جدا ومتعبر كان على فراغ علمي ويعني دناءه اخلاق. رجل الخياري شنو اصله؟ رجل الخياري كان يخدم في الصوفيه يعني مع السلميه وحده كل شيء، ما دخلش المدارس الصحافه، ما دخلش المدارس نتاع الاتيقة الصحفيه، ما عمره ما كان ناشط بصريح للعبارة عن نشاط المجتمع المدني، اختار وجهة خاصة اللي هو
ولكن لهنا نحب نتجاوز يعني المشكلة نتاع راشد الخياري باش نشوف مجلس النواب ماذا فعل في قانون الإجرام الإلكتروني، خاطر التو لحد هذه اللحظة وإحنا نحكي وهذا يعد إجرام إلكتروني بامتياز اللي كنا نسمعه فيه لحد اللحظة هذه، مع عنا حتى قانون، مع عنا حتى قانون يعني نتذكر قبل في عهد بن علي عنا عمار 404 والناس كل كاية بعد ثورة يعني 2011 ما عادش فما حجب للسيت الإلكترونيك، ما عاد فما حتى حجب للفيسبوك، فما حتى حجب لليوتيوب، المواقع الإلكترونية خذت الحرية متاحة ولكن أكثر من الحرية ولا الدناءة ولا السفالة. وقت اللي تتجاوز الحرية الشخصية وتدخل للديار وخاصة لما تحب تضرب شخص أنت من عائلته، هذايا معناها سياسيا يعني فعل دنيء، أخلاقيا فعل أدنى، ولكن صحفيا يعني فعل مشوه جدا. وباش يرجع على الصحافي هذا اللي نحطه أنتر بارونتيز يعني ما هو الصحافي بالنسبة لي شخصيا. بالمناسبة مصطفى، دعوة للنيابة العمومية أنها تفتح تحقيق في الشيء ذي، مش من دب وهب يجي على أشراف ويدخل يحكي على أعراضهم ويحكي على عائلاتهم ويحكي على حياتهم الشخصية، مش معقول الشيء هذا. وما رجعتش من با، رجعت حتى لعائلتها ولدارها من با، وثقت التقرير الصحفي متاعك، معناه أنت تعرف، معناه نية مبيتة، معناه يعرفوا المشاكل اللي متاع خوها، يعرفوا حياة خوها الكل، خاطر ما هذه أعمال شيطانية راهو ما يعملوها كان الناس اللي تربيت على الإجرام وتربيت على الفتنة وزرع الأخلاقيات الدنيئة ذي اللي ما تعودناش عليها في مجتمعنا التونسي. فكونا وباقي نوين يزدوا يفكونا أكثر، وهما الأوبجكتيف متاعهم قيس واضح، الناس اللي تكلمت على مواضيع اللي تمس طرف سياسي معين ولا تونسة كل ولا تعرفها، تسفير الشباب لسوريا شكون اللي تكلم عليه؟ ما هو عبير موسي ووفاء الشادلي وبدرة قعلول واكس واجريك وفاطمة مسدي، معناها خمسة شخصيات تقريبا في تونس كاملة هي اللي تكلمت على بدينا درنا عليهم بالواحد بالواحد. هذا هو اللي صار بالضبط. عبير موسي لفقولها قيس تهم ترش الغاز في المحكمة، معناها أستاذة محامية باش تجي المحامين ترش عليهم الغاز، معناها هذه ما يتصدق. ومعروف الرش من اختصاص شكون مصطفى، معناها توينسا عرفت بعد 2011 شكون اختصاصه الرش وشكون اختصاصه الكلمة الحرة وشكون اختصاصه المحاماة وشكون اختصاصه التلفيق، الشيء هذا عرفناه توينسا ما عادش يتخبى عليهم بالكل. تفضل قيس. هو الحقيقة أنا مش نتفاعل بزوز مستويات، عن طريق زوز مستويات. المستوى الأول هو المستوى المهني العلمي الدقيق لهذا الموقع اللي معناها قاعد كل مرة معناها يقدم حاجة للتوانسة لحسابات معينة محددة لخدمة معروف، معناها الطرف اللي لأنه هو الطرف يدعمه، هذاك علاش هو يخدم فيه بالضبط. مهنيا ما الموقع هذا ما عندوش علاقة بأخلاقية بالمجال الصحفي، لأنه المجال الصحفي هو مجال علمي دقيق فيه أخلاقية المهنة، فيه معناها حدود معناها محددها العلم، فيه معناها راهم فما مواثيق عالمية سنت في الصحافة وفي أخلاقية المهنة. إذن قلت تقرير صحفي بكري وقت اللي تتحدث على المسألة هذه ما عندوش علاقة بالتقرير الصحفي. هذا فيديو ما معناها معمول مسموم لخدمة لساعة لضرب امرأة حرة تونسية من حرارة تونس تقول الحقيقة بينما تصمت الأغلبية صحيح. بينما هي تقول الحقيقة في كل ما نشوفها في التلفزة، ومعناها تحط يدها على الجرح صحيح بالضبط. لا ما فماش دبلوماسية في المسألة بالضبط. وما فماش معناها خلينا نقول وذنك ويني هاي لهنا بكل دقة وبكل وجاهة تتحدث عن الأسباب المباشرة للفشل وللرداءة وللعجز وبالحجة اللي حلت بالشعب التونسي بالضبط. هذا المستوى الأول. إذن لا علاقة لهذا الموقع بالصحافة، إذن نون كلاسي واضح نون كلاسي، هذا مهنيا معناه. نمشي إلى المستوى الثاني. المستوى الثاني راو سيبوزون اللي تقال الكل صحيح، ما علاقة هذا بما تقوله وفاء الشاذلي من حقائق، بما تطرحه وفاء الشاذلي من أسئلة في العمق تسأله عوضا عن الشعب التونسي صحيح. فما أغلبية راه صامتة، فما أغلبية صامتة صحيح. معناها تطرح وفاء الشاذلي تطرح معناها في أسئلة يطرحها التونسي. التونسي ما يطرحش السؤال على تسفير الشباب إلى سوريا، ما يطرحش السؤال على العجز
الاقتصادي الاقتصادي الفادح ما يسألش على القائمات السوداء اللي تحطت فيها تونس، ما يسألش على هذا البطء معناها متاع التنمية ومتاع الحوكمة ومتاع، وما يسألش على المعيشة هذه الخانقة اللي حلت بالشعب التونسي. صحيح. ما يسألش على الحسابات اللي موجودة معناها بين بين الأحزاب اللي مشى ضحيتها الشعب التونسي. صحيح. محاسسات وحزبات وأحزاب، ونتحدثوا طبعا على التحوير الوزاري معناها فسخ وعاود من جديد. معناها بروتون فما بعض المؤشرات. إذن سي بوزون اللي تقال الكل صحيح، وسي بوزون سي بوزون وفشاد لي لمت الملمة كما يقولوا فيها واليوم. ما دخل هذا؟ هذه حرية شخصية، هذه مسائل شخصية عائلية. لا المهنة الصحفية ولا أخلاقية الصحافة ولا القانون يسمح بالتدخل نتاع التدخل بين ألفي ظفرين وهو الإعلامي في المسألة الشخصية. سي بوزون احنا جينا لترف حزبي وتحدثنا على خصوصيته، خاصة الحزب اللي دعم الموقع هذا. ما هو مش يطلعوا لنا ويتشدقوا علينا معنا هذه حرية شخصية، وحتى الدستور منع سن الاحترام الحريات الفردية. إذن واضح العملية. راهو الأغلب راهو التونسي يجي يقول لك حاجة، أنا نأكد لك عند التونسي هذه طرق دنيئة، وهذه طرق ما عندهاش حتى أهداف، وهذه طرق معناها تفضح أهدافها الخبيثة بنفسها. صحيح، وهذاك هو اللي صار في الموقع. هذاك اللي صار، شفت حتى في الموقع نفسه اللي هبط الفيديو، شفت الناس شنو جاوبته، شفت التوينسه شنو جاوبته، رغم ان الموقع محسوب على جهه معينه وعلى اللي سمباتيزون تاع طرف معين سياسي، ولا هما زوز اطراف سياسيه كانت فاعله في 2011 بعد 2011 في الثلاث سنين هذيك. دونك رساله باش نختموا بها، رساله لوفاء شادلي مصطفى، وسامحني سي عبد السلام بين قوسين، واشاطر صديقي مصطفى عندما قال، وهذا تاكيد انه التونسي الحر الأصيل يقعد نزيه ويقول للمسيء أسأت وللمحسن أحسنت، ما عندوش حسابات. صحيح. التونسي النزيه الحر ما عندوش حسابات، الحداثي ما عندوش حسابات. التوانسة تفاعلوا جيدا وإيجابيا مع هذا الموقع وقت اللي بين معناها سلوكيات متاع روضة أو معناها فضاء يهتم بذوي الاحتياجات الخصوصية، وقال برافو لأنه وقع فضح هذه الممارسات. التونسي ما عندوش حسابات، التونسي النزيه الحر يحب الحقيقة، ما يحبش التجاذبات الخبيثة، ما يحبش معناها تغطي الشمس بعين الغربال. معناها ما أحوجنا اليوم لطرح الأسئلة العميقة وفضح الحقائق يا أخي. تسفير عنها يا أخي، تسفير الشباب راهو فيه لجنة برلمانية. صحيح، فيه لجنة برلمانية، والشعب التونسي مازال ينتظر ها النتائج. وين النتائج؟ ما معناها للأسف لجنة كالعادة لقبر الحقائق. بالضبط، إلا يستنى خير من اللي يتمنى، وإحنا قاعدين باقي مناش مسيبين فيه ملف تسفير الشباب لسوريا في كل مناسبة وفي كل منبر نحكيه على تسفير الشباب لسوريا، ومازال بش يفتح على مصراعيه في عديد القنوات في الأسبوع القادم في بعض القنوات التلفزية الخاصة، وبش يحكيوا فيه الناس اللي عندها الحقائق وعندها الوقائع متاع تسفير شباب لسوريا. مصطفى بش نختمه هي ساعة قبل نعطيك الكلمة، دعوة نعاود نقولها للنيابة العمومية ولكل أشراف القانون ورجال القانون في تونس إنهم يوقفوا هالفليو هذا، يوقفوا هالشيء هذا، لانه مش معقول. توا اليوم البارح عبير موسي، اليوم وفاء شادلي، غدوه فاطمه مسدي، بعد غدوه بدره قعلول، وخاصه مركزين على الناس اللي تفضح كما قلت قيس ولا تقول تحط يدها على الجرح. معناه يظهر لي إلي طون باش نوقفوا هالتيار هذا، إلي طون باش نوقفوا هالشيء هذا، يظهر لي هذا قانونيا يجرموا القانون. معناه هذا ادعاء بالباطل اول حاجه، وكذب في كذب، الراجل ما عندوش ما خلاش ورث، معناها الكذب موجود بين تقريبا، ما نفهمش ياسر في القانون. وإلى جانب تدخل في المسائل الشخصية. بالضبط، إلى جانب التدخل في المسائل الشخصية. هذه أنا شفت معناها معناها هذا صاحب الموقع معناها غريب أنا الحقيقة، معناها شفت في قنوات تلفزية عربية ويتحدث على الصحافة، ما أبعده على الصحافة. يا أخي الصحافة راهي معناها مجال وفيه معناها علم ومهنة، علم ودقيق وكذا. هذه المستوى العلمي. المستوى الآخر القانوني، يا أخي نشوفه في تجاوزات على الفيسبوك يومين
في حق التوانسة وفي حق معناها الشخصيات وفي حق معناها معناها الشرفاء. ولكن أين صراحة فما إفلات من ولات عن الثقافة ولات عن العقلية الإفلات من العقاب. وتأكيدا مصطفى راهو الكلام اللي كنا نقوله فيه، رجعت للموقع هذاك قبل ما ينزل الفيديو متاع وفاة شادلي متاع خوها، رجعت نشوف شنو قاعد المتركاج على شكون البريود اللي قبلها، نلقاها على عبير موسي ويكتب حزب الامارات وحتى معناها حتى الشوا نتاع لي تيرم اللي يحط فيهم في لي تيتر نتاع لي فيديو اللي باش يجبدوا له هكا باش يعملوا نومبر دو فيو. بالطبع هما سبونسوريزي يهبطوا لي بوبليكاسيون كلهم بالفلوس، الفلوس منين الله اعلم، لانه اموال تذخ كبيره. راهو نعرفوا سبونسور في الفيسبوك بقداش، معناها باش يهبط لك بوبليكاسيون على الاقل ب 50 يورو 100 يورو، وهو في النهار يهبطوا ب 30 40 بوبليكاسيون سبونسوريزي. منين هالمال هذا الكل؟ معناها سؤال يطرح. ومشروع خاطر الصفحه معناها اذا كان فيها العدد المهول هذاك نتاع كين، شفنا احنا فيها زوز ملايين وشويه تقريبا مشترك الصفحه، وهذه مش بوبليسيتي غراتويت، لانه كي نتبع نشوف لي بوبليكاسيون اللي ماهمش سبونسوريزي ماهمش بالفلوس يعملوا 10 جيم و15 جيم، معناها فضيحه في باج فيها زوز ملايين، معناها ظاهر الباج كلها فلوس، الصفحه والموقع بكله فلوس. باهي مصطفى كيما قلت لك باش نختموا الموضوع هذا، شنو رساله توجه بها لوفاء شادلي وللناس هذه اللي قاعده تشوه في وفاء شادلي وللناس اللي وقفت مع وفاء شادلي والتوانسه الاحرار؟ يعني في كلمتين، يعني كلمة أقول لهنا يلزمنا نحده، يعني خاصة نشوفوا احنا في البرامج التلفزية والمسلسلات وكل شيء اللي رينا في عوض احنا ننقدوا المشاريع وننقدوا الأفكار، نوليو احنا نسبوا في الفيسبوك. راهو السبان في الفيسبوك يعبر على 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 واقع على واقع تونس، وذاك احنا تونس راهو نجموش يعني نخرجوا باخلاقيات اخرى، خاطر ما تعلمناش السياسه، ما تعلمناش الاخلاق، ما تعلمناش على المجتمع، ما تعلمناش الفلسفه، ما تعلمناش الدين، ما تعلمنا حتى شيء على اصول، احنا تعلمنا في الشارع. ولكن على النيابه الخصوصيه، يعني النيابه العموميه سامحني، تشوف شنو المآل نتاع القضيه، ونتصور ان مدام ألفة يعني مدام وفاء الشادي باش تقوم بالقضيه، خاطر هذا مس بالتأكيد. مس من شخصها او الحاجه مس من يعمل والدتها. يعني السيدة الطيبة كانت تتكلم بمرارة، يعني حسوا فيها حتى كلامها وش لازها تحلف، يعني تصور انت سيدي رمضان وتحلف المرأة وكل شيء صدقوني. يعني متأكد انه برشا مستمعين بكاو هما يسمعوا فيها، معناها مؤثرة جدا المداخلة متاعها، يعني وظاهرة تحكي من أعماق القلب من جوارحها، وخاصة مؤلمة، يعني ولت الحكاية قلبت كان هي ولت متهمة والسيد الآخر ولا والضحية. كلمة أخيرة للسيدة وفاء، نحن معك، هذه الكلمة الأولى والأخيرة، ولكن يعني مزمكش تصمت، يزمك إذا أنت مقتنعة بالشيء اللي تعمل فيه تدرجي نحو المعرفة وتدرجي نحو الحقيقة، وهي الحقيقة هي مبتغاها الناس كلها بالضبط. واني هذا متأكد منه، تحية مجددا للأستاذة وفاء شادلي، الأستاذة المحامية الفاضلة اللي تحظى بتقدير خاص منا ومن عديد التونسيين، آلاف التونسيين اللي يتبعوا فيها ويتبعوا فيها معناها عن كثب، ويشوفوا في مداخلاتها ويتبعوا فيها على صفحتها في الفيسبوك، تحية تقدير كبيرة، ورانا متضامنين معاك والشعب التونسي كله متضامن معاك وماكش وحدك. نخرجوا بفاصل غنائي ثم قراءة في أهم الأحداث الجهوية والوطنية والعالمية مع عبسلام شقير كل يوم جمعة من 10:30 نهار في إكسيد فيتيس. إكسيد فيتيس.